أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا سادتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سميا ومنحور وبين مصفد. سل كربلاء كم من حشن لمحمد، سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب قلبه لم يبرد ويؤوب
الثوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظما الحشا إلا إلى الظام الصدي يا ويلي يا ويلي قل أدركني يا أبويا وجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى طير المني يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب يا مقصد الوافد وظنوة داحي الباب أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب غارت عيوني وظلمي الوادي علي غارت عيوني ونزف دمي كثر الجراح وتفطرت يا ابوي كبدي والعزم راح حل الدرع عني بهضني ثقل السلاح ومن العطش تدرون ما ضل جلد بي لكن أعدك يقول كأنه يخاطبه أعدك أبا حسين إن سقيتني قطرة من الماء فلأفنين الأعداء عن بكرة أبيهم يقل أنا لو تنطف بقطرة مي نار قلبي ما حد كفو منها الجمع يوقف بدربي برد غليلي وعاين طرادي وحربي لحمل على الجيمان حمل هاشمي واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج اظلم من الليل وافني العداية واملي الوادي من الجثث واجري الدماء سيل وافني العدا واترك مضاربهم خليا لكن من أين يأتيه الحسين بالماء وهو أشد عطشا منه ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا عقلي كان مني تطلب الماء وإن كان تطلب ماي هذه طلبة محال لازم يا ابويا بالعطايش نقضي سويا قل انفطر قلبي ومنك طالب الماي فرقت صمصوم العدايا وللجايزة جاء والجايزة شربت ماي تبرد حشاي تحسر وقال لا يا ضياء عينش بدي لكن بني ودع خواتك والحريم بالعجل روح
يسقو يسقيك أبوك المصطفى يا مهجة الروح. شبيد يا أبويا وهالأمور مكتوب باللوح، لازم يا أبويا بالعطش نقضي سوي، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. علاقة الإنسان المؤمن والمسلم بوالديه هي من أسمى العلاقات وأرفعها، هذا طبعا بمنظور بحسب المنظور الإسلامي وبحسب تعاليم القرآن الكريم وبحسب الروايات والأحاديث والتوصيات التي جاءتنا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال. بغض النظر عما يجري في الواقع من علاقات قد تشوبها إشكالات كثيرة، لكن ينبغي النظر من كل إنسان إلى علاقته مع والديه، وحين نقول أنها من أسمى العلاقات وأرفعها فنحن نعني تماما ما نقول وما نريد، ذلك أن هذه العلاقة تتجسد فيها علاقات أربع في داخلها، أو ربما نقول أن أسس لعلاقات مختلفة أربع تتجسد في هذه العلاقة بين الآباء والأبناء. أولا المصلحة الشخصية، معلوم أن الإنسان يبحث دائما أو في بعض الأحيان على أقل التقادير بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المؤمنين والمسلمين، وهذا أمر طبيعي على كل حال بحسب مقتضيات الحياة الدنيا، مو شيء غريب ولا عجيب. الإنسان عنده حاجات وعنده مصالح، كيف كانت هذه المصالح؟ مادية كانت، معنوية، وهو يحتاج فيها إلى مساعدة الآخرين. الآخرون ربما يكونون عقبة في طريق تحقيق هذه المصلحة أو قضاء هذه الحاجة. بالتالي ينبغي يسعى الإنسان إلى ترطيب علاقاته مع أولئك النفر من الناس، أولئك النفر من الناس الذين تكون مصلحته موجودة عندهم
أو حاجته تقضى على أيديه، يسعى إلى أنه يرتب علاقاته وياهم. لا شك أنه علاقة الإنسان بوالديه واحدة من هذا الجانب موجود، أو هذا الجانب موجود فيه. مو يريد الإنسان أنه يكون محترما بين الناس، الإنسان الذي يطمع أن يكون محترما بين الناس إذا الناس رأوه لا يحترم والديه، لا يحترم أمه، لا يحترم أباه، لا يحترمونه، خصوصا بالنسبة إلى فئة المؤمنين والواعين من الناس، لا يعطون لهذا الإنسان قيمة، يريد أن يثق الناس فيه. كذلك المسألة، لا يثق أناس في إنسان لا يحترم والديه ولا يبرهما ولا يحسن إليهما بل يعقهما. يصير نظر الناس إليه نظر شزر، وفيه نوع من الحقارة وفيه نوع من الاستنقاص. وعلى هذا المعدل، هذا من جانب. من جانب آخر، وهذا الإنسان اللي أنت تريد من عنده تأخذ من عنده لا بد أن تعطيه. يعني افترض أنه هذا الأب مو في هذا المحل، يعتبرك واحد آخر من الناس، ما دمت محتاج إلى عطائه، ما دمت محتاج إلى وقوفه معك، ما دمت محتاج إلى تأييده، ما دمت محتاج إلى دعائه، ما دمت محتاج إلى أشياء كثيرة منه، فأنت من باب المصلحة يقتضي أن ترتب على علاقاتك مع الوالد. هذا جانب. جانب آخر، المسألة مو فقط مصلحة دنيوية ولا جانب مادي في الحياة أو معنوي ما شاكل ذلك، ولكن هي أكو هناك ما هو أهم من هذا، وهو حقوق متبادلة بينك. أنت تطلب من الوالد أن يؤدي إليك حقك، أيضا الوالد يطلب منك كابن أن تؤدي إليه حقه، والحق أمر مفروض على الطرفين، على الناس أجمعين، من الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيّن حق كل واحد تجاه الآخر. الولد إلى حق، الابن إلى حق، مثل ما تريد الأب يعطيك حقك أنت كذلك ينبغي أو بيجب عليك أن تؤدي للوالد حقه. هذه اثنين. الثالثة، لنقل أنه المسألة ما إلى علاقة لا بقضية مصلحة، لا إلى علاقة بقضية حق متبادل بين الطرفين، أكو فيها جانب إنساني، فيها جانب إنساني. أنت كإنسان عاقل وواعي فاهم، ينبغي عليك أن تحترم من هو أكبر سنا منك، وأن تحترم الضعيف كإنسان، بغض النظر عن العلاقة اللي تربطك ويا هذا الإنسان. يعني لو شفت لك واحد عادي، وإحنا بعض الأحيان للأسف الشديد قد نتعاطى خلافا للطبع الإنساني، يجي لهذا المستضعف الفقير اللي جاي من بلد خارج بلده، خلينا من هؤلاء الشرذمة، الكلام مو عن الشرذمة من الناس، بس أكو مجموعة ممن يأتون من خارج البلد إلى داخل البلد يطلبون الرزق، وهم يتحملون المعاناة، معاناة الهجرة والغربة والبعد عن الأهل وأشياء كثيرة دفعهم جور الحياة وظلم الزمان إلى تحمل كل هذه المعاناة. يعني هذا لو عنده خير ببلده وقادر يعيش نفسه هناك، ما يمكن أن يطلع من بلده يفارق أهله ووطنه. ولذلك أنت تشوف المتمكنين يمشي مثل السيد
دينه الكبير بين الناس مو معتبر لا بفلان ولا بعلان، لا بالدولة الفلانية ولا غير الدولة الفلانية. ما دام حاجته موجودة وعنده إمكانياته زين فهو يحافظ على كرامته، لكن هذا الضعيف. وبعض الناس يجي دين يهين هذا الإنسان الضعيف. ليش تهينه؟ بس لأنه مثلا هندي أو بنغالي أو ما أدري من بلدة الفلانية الفقيرة، دين خلاص صار عنوان الإنسانية ارتفع من عنده، ما إلى كرامة يعني هذا الإنسان؟ ليكن غير مسلم، ليكن قلت خليك من شرذمة الناس، دول اللي جايين دين على حساب دماء الناس، على حساب أعراض الناس، على حساب مبادئ الناس، إخلاقيات الناس، حرمات الناس، دين خليك منهم. هذا لما نحكي ويا النفر نحكي مع هذا الإنسان البسيط دين ينبغي احترامه. هنا أقول من هذا الباب الجانب الإنساني، جانب الإنساني، أنا كإنسان إن كنت سويا، إن كنت سويا في داخلي يفترض علي إنسانيتي أن أحترم من هو أكبر مني سنا، وأن أحترم من هو أضعف مني قوة. ومن أولى بهذا الاحترام من والد الإنسان، من أم الإنسان؟ لا شك أنهم أولى بذلك. هذا ثالثا. رابعا وهو أهم هذه العوامل كلها، يعني لنفترض ماكو مصلحة، لنفترض ماكو حق دين متبادل بيني وبين، نفترض أنه مجال إنسانية ما موجودة، إنسانية ما موجودة، أكو شيء أنا ما أقدر أتهرب من عنده وهو الأمر الإلهي، حق الله عز وجل الذي ذكرته الآية المباركة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أمر إلهي قارن بين أمرين، الأمر الأول نحن باتفاق ندرك عظمته وهو التوحيد، هذا الأمر ما قعدنا خلاف أنه أمر عظيم توحيد الله عز وجل، أحد يختلف في هذا؟ ما أحد يختلف. أدركنا عظمة الأمر الثاني لأن الله قرن بينه وبين توحيده، جابهم في أمر واحد وبلفظ واحد: ألا تعبدوا إلا إياه، أي توحدوه، ومع توحيد الله شنو؟ وبالوالدين مباشرة، وبالوالدين إحسانا. دلني هذا الأمر وهذا الاقتران على أن من صح توحيده لله، ومن صحت طاعته لله، ومن صح أو من كان ملتزما بأوامر الله لا بد أن يكون لوالديه محسنا وبهما بارا، ومن وجد خللا في علاقته مع والديه فعليه أن يرجع إلى توحيده لله وطاعته. قل ترى عندك خلل في طاعة الله، عليك أن تصلحه دين. والذي يدل على هذا الخلل هو علاقتك الغير صحيحة مع الوالدين. لماذا تعقهما؟ لماذا تقدم دين في اهتماماتك الاهتمام بالأصحاب والأصدقاء والقضايا الشخصية والذاتية دين، أو حتى تقدم أولادك وزوجتك على دين الوالدين؟ هذا ما يصير، هذا ليس من الصحيح، ومن المعيب على المؤمن والمسلم أن يفعل ذلك. والحديث لا شك
كله فيما يرضي الله عز وجل، لا فيما يرضي الله. طاعة الوالدين واجبة، الإحسان إليهم واجب، البر بهما واجب، لكن مو على أساس طاعة الله عز وجل. إذا جت أوامرهم بخلاف ما يرضي الله، قل أنا حدي وياكم هنا، أنا مستعد أكون وياكم دين أبر بكما، لكن إلى هنا أوقف. شوفوا واحد من مراجعنا الكبار وهو الشيخ مرتضى الأنصاري الذي لا زال ذكره وصيته وكتبه في الحوزات العلمية، في أي مكان تجدها لابد طالب العلم يجي يدرس هذا الإنسان العظيم، يذكرون بره بوالدته، أنه أساتذته أنه درس في البداية في بلده في ديزفول دين في إيران، هناك درس المقدمات على يد أيدي بعض العلماء والمشايخ، بس شافوا فيه حالة من النبوغ والذكاء، قالوا أنت مو محلك هنا، أنت محلك بالنجف، روح ادرس هناك أو في العراق عن أساطين العلماء، أما تقعد هنا لا ترتقي، لا ترتقي، ماكو أحد هنا يعطيك أكثر من اللي موجود عنده، وروح. فإيجي يستأذن أمه، إيجي أول ما يستأذن أمه، في البداية يقولون أمه رفضت، قال بعد ما أطلع ما دام أمي رافضة هيهات أن أخالفها وعارضها أو أزعجها في شيء دين يتابع. فما تحرك من وطنه إلا بعد أن تدخلت بعض الوساطات، حتى اقتنعت الأم بأنه هذا الولد لازم يروح يطلب العلم برا. فلما قبلت ورضيت خرج من بلده إلى العراق يدرس، لأنه يتعلم، بعد ذلك صار هذا المرجع الفذ والعظيم. تمام؟ مع كونه بعد ذلك لما نال المرجعية، شوف نال المرجعية، حصل على المرجعية الكبرى إلى أخريات حياته، رضوان الله تعالى عليه، كان يأتي قبل الدرس وبعد الدرس إلى والدته، يجلس معها يؤنسها بحديثه حتى تستأنس، بعد ذلك يقوم يمضي. لكن أول شيء يدخل السرور على قلب والدته، ويبدو أن الوالد ما كان موجود، لم يكن ربما على قيد الحياة وما كان حاضر وياه. أنا كل فكان هذا حاله وهذا وضعه، وهو آية الله العظمى، ما تغير عن والدته وما آذاها بشيء. والقرآن يقول إلنا ولا تقل لهما أف، وهي أصغر كلمة يمكن تشعر الوالد أو الوالدة بالإساءة من خلالها، فكيف بالصراخ عليهما، كيف بالصراخ عليهما، رفع الصوت من المعيب جدا. واحد يقول أنا مؤمن شيعة لعلي شيعة للحسين، وهو يتعاطى مع والديه بسوء أدب بقلة أدب، يرفع صوته ويصيح في وجهيهما أو يؤذيهما بضرب أو بمخالفة أمر أو عصيان، يكون هناك إشكال في هذه المسألة. وعلى الإنسان المؤمن أن يلتفت، ما لمعنى إدخال السرور على قلب الوالد من معنى كبير عند الله عز وجل. احنا بحضرة هذا العظيم الشهيد ابن الشهيد علي الأكبر، خذوه عبرة لنجعله عبرة لنا وعظة لأفعاله. يسير الحسين وهو على جواده نحو كربلاء، لين يخفق خفقا، أخذه إغفاء خفيفة
يرفع رأسه يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر لفت نظر الولد علي الأكبر، قال أبا لما استرجعت؟ وهذا ذكر لله عز وجل، بس عادة يكون إلى سبب الاسترجاع فجأة هكذا. أبا لما استرجعت؟ فقال بني خفقت خفقة فعن لي فارس سمعته يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو خلفهم. الحسين كأن قلق على أهله وعلى أصحابه وعلى عياله لا شك، وهذا من طبع القلب العطوف، من طبع القلب العطوف، هذا ما في بعد اعتراض على أمر الله. طبع الإنسان المؤمن عطوف، يشفق على أهله ويشفق على بناته على نسائه على أرحامه على أصدقائه، لأنه يتأثر لما يجري لهما، هذا من شيم النفوس العظيمة. قلق الحسين في هذا، زين واحد قلق يحتاج إلى من يواسيه إلى من يسليه. من أولى الناس بتسلية الوالد وإذهاب القلق عن نفسه إدخال السرور إليه؟ قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. وفي لفظ قال لا نبالي، وهذه قولة أمير المؤمنين جده سلام الله عليهم أجمعين، قال لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه، ما دمنا في طريق الحق ومو عندنا مو مهم أن يأتينا الموت أو نذهب نحن إلى الموت، المهم أن نموت محقين. يقولون فسر الحسين سلام الله عليه بكلام ولده علي الأكبر وقال جزاك الله من ولد عن أبيه خيرا. تريدون هالدعوة؟ احنا كلنا نريد مثل هالدعوة من أمهاتنا من آبائنا، ودعاء الأم كما قال الإمام الحسين أو روى عن جده في يوم عاشوراء، دعاء الأم مستجاب في حق ولدها، ورضى الله من رضى الوالد، رضى الله من رضى الوالد، هذا لازم نسويه. لكن يا مؤمن اللي أدخل على قلب الحسين سرورا في هذا الموقف هو نفسه الذي أدخل عليه الحزن الكبير موقف آخر. متى يوم اللي وقف يطلب الإذن بالقتال؟ يقولون لما شاف الحسين علي الأكبر واقف قدامه ويطلب الرخصة للقتال أرخى عينيه بالدموع، صار يبكي، ثم قبض على شيبته ورفع رأسه نحو السماء وأشار بسبابته قائلا اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى نبيك نظرنا في وجه هذا الغلام. شيد أثر هذا الموقف بالحسين وآلمه، لكن بعد ما يقدر يقول لا تقاتل وقد قدم الأصحاب، وقبل أن يبرز كل أهل البيت هو هذا لازم يقدم فلذة كبده العزيز عليه. عرف علي الأكبر أن ذلك كان إذنا من أبيه له، فامتطى صهوة جواده ومضى إلى الميدان، والحسين واقف على باب الخيمة
يرقب ما يفعل ولده علي. قولي لأم الولد العزيز جالسة بوسط الخيمة وتنظر إلى صفحة وجه الحسين كأنه مرآتها في سلامة ولدها، ها في سلامته. شوف الحسين وجهه مستبشر ومستأنس، يعني ما شاء الله الولد بصحة وعافية وأمن وسلام. بين علي الأكبر يقاتل وقد أكثر فيهم القتلى، ضج القوم منه بالبكاء وأدخل في قلوبهم رعبا عظيما، حتى ظن بعضهم كما يقولون أن علي الأعلي أمير المؤمنين قد بعث من قبره وجاء يقاتلهم. عندها وإذا بصوت علي الأكبر يناديهم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضرب فيكم ضرب غلام علوي، أضرب فيك بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. بين الحسين واقف وإذا قد تغير وجهه، قالت ليلى متألمة: حسين أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه من، فما أصنع؟ قال: ادخلي خيمتك وادعي لولدك، فإني سمعت جدي رسول الله يقول: دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. دخلت إلى خيمتها، توجهت ناحية القبلة، نشرت شعرها، رفعت يديها ورأسها باكية نحو السماء: إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، إلهي بوحدة الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي سالما. يا ويلي طبت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، ليعقوب ومسك النحيبة، أريد أن علي سالم تجيب. ما أتمت الوالدة دعاءها حتى قضى علي على اللعين بكر بن غانم، وأقبل برأسه يحمله على سن سيفه وهو ينادي: أبا صيد الملوك، أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا الجائزة الجائزة. قال: نعم يا نور عيني،
اطلب ما تشاء من المال. قال لا اريد مالا، انما اريد قطرة من الماء. أبا أبا يا حر العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، ضمه الحسين إلى صدره. بني من أين آتيك بالماء؟ لما أراد تسليته وتصبيره قال بني ضع لسانك على لساني. فلما وضع علي لسانه على لسان أبيه رجع مرعوبا وراءه قائلا أبا حسين إن لسانك كالخشبة اليابسة، يعني أنت أكثر أشد عطشا مني. أبا حسين قال بني اصبر قليلا، يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. أجركم الله. فأراد الانقلاب إلى الميدان. قال إلى أين يا نور عيني؟ قال أقاتل القوم. قال بني دونك أمك في الخيمة، فإني تركتها مغمى عليها يا ولدي. أقبل إلى أمه، أخذ رأسها وضعه في حجره، صار يبكي وتقاطرت دموعه على وجه الأم العزيزة. أفاقت وإذا العزيز إلى جانبها. قالت علي هذا؟ نعم يا نور عيني. قالت الحمد لله الذي استجاب دعائي وردك علي سالما. جلس عندها ساعة يؤنسها بحديثه، ثم لما أراد الخروج قالت قف هنيئا، لي إليك حاجة. ما تريدين أمه؟ قالت أريدك أن تتخطى أمامي في الخيمة لأتزود من مشية الشباب وأنظر إلى شبيه رسول الله. تقلت هيئت يا بدر سعدي يا لماع أرض انظر لطولاياك وضمك ضمة وداع، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع. لي تراه الموت قبلك يا ضي العين، قالها مشيت قبال وجهك ودعيني، وتزودي مني قبل ما تفارقيني. مهجة وفادك بعيد لا تترقبيني، طالع يا يما ولا يا أرجع للصياوي. خرت عليه تودعايا يا أو تجذب الونة وتقول تنادي يا عقل الموت ما لك بد مني. وبداعة الله يا شباب ما تهن، ربيت يا ابني واحسبي شهورك والسنين،
بني يا ابني خالع عليك المصطفى، يا ابني جمالك ومن حدر الكرار، حدر الكرار صلاته وفعاله. بعد ومن الحسن عماك يا بعد اهلي نواله، قصر العمر من فاطمة يا والإبا من حسين وعليا، ودعها وخرج إلى يريد الميدان، فاستوقفه أبوه الحسين قال بني تعال أقبل معي. أخذه إلى خيمة النساء والأطفال، صاح أخي زينب بني سكينة يا رملا يا رباب يا بنات علي وفاطمة، هل ممن جميعا لوداع الشباب، آجركم الله فأحطنا به من كل ناحية، هذه تشمه تلك تضمه، هذه تقبل أخرى تعلقت بأذياله، وكلهم يصيحون صيحة واحدة غريبة. هذه الصيحة ها؟ ترى ما صارت لواحد من شهداء الطف أبدا، ما نادينا مثل هذا النداء لغير علي، وإذا بالصيحة مرة واحدة يا علي ارحم غربتنا، يا علي ارحم غربتنا، آجركم الله. فلما أحطن به ما كاد يخرج من بين النساء لولا تدخل الحسين، حيث أخذه من بينهن وأقبل به جانبا ضمه إلى صدره يشمه ويقبله. بني في أمان الله، بني في دعة الله، بني أبلغ سلامي جدك رسول الله وجدك علي وأمك فاطمة، وأخبرهم أني قل لهم إني تركت أبي الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين. أيوا حسينا وعليا، ودعه امتطاس وتجواده، أقبل إلى الميدان يقاتل الأعداء، ذكرهم ببطولات حيدرة الكرار وسطواته في الجيش إذا حمل، حتى قتل تمام 200. آجركم الله، نظر إليه اللعين منقذ ابن مرة العبد وهو يفعل بالجيش ما يفعل، وقد أقبل يطرد كتيبة أمامه، فحمل عليه اللعين من خلفه طعنه بالرمح في خاصرته وأهوى بالسيف على رأسه. أيوا عليا، فأهوى على رأس الفرس حتى صبغت دماؤه عيني الفرس، فأخذه إلى وسط معسكر الأعداء. وعليا ويلي شباب 18 بالغ، اسم الله على علي الأكبر، ألف وزفة وألف يا حيف صارب ويلية العسكر،
هذا يطعن برمحة وهذا يضرب بخنجر لمن روحه افغرت نادي وعالج بالحرب وحده. يقول له ابا حسين سكن سقاني جاي ادي بكاسة يا ابويا وهالحضر يمي ويلي امي فاطمة وحيدر عودي والحسن عمي وتحن بجو كلهم لعد راسي وتحن وكلهم بدمي وويله. تقول سكينة لما سمع أبي الحسين صوت ولدي علي ينادي أبا عليك مني السلام هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وقد ادخر لك مثلها. خرج الحسين سريعا يقوم تارة ويقع أخرى وهو ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي حتى وصل مصرع الولد العزيز أكب عليه وجده مقطعا بالسيوف إربا إربا وضع صدره على صدره وخده على خده وصاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفو. أيوة مصيبته وحسينا جلس عنده ساعة وهو في آخر رمق من حياته ينظر تارة عن يمينه فيبتسم أخرى عن شماله فيبكي. قال بني علي ما الذي دهاك ما الذي أصابك ماذا يؤلمك تبتسم تارة وتبكي أخرى. قال أبا حسين إن نظرت عن يميني رأيت جدي رسول الله بيده كأسه الأوفى التي أوعدتني به وإذا نظرت إلى شمالي نظرت جدتي فاطمة تنظر تارة في وجهك وأخرى إلي فتبكي وتلطم عشرها على رأسها منادية وولداه وحسينا وعليا. يقولون بقي الحسين ساعة عند ولده علي الأكبر تكاد روحه تخرج من بدنه لولا أمر الله عز وجل وإذا بامرأة جليلة خرجت من خدرها شابكة على عشرها منادية وولدا وعليا. فقام الحسين من عند ولده ناداه علي أبا حسين أتتركني وتمضي عني وقائد قربت منيتي. قال بني لا تلمني فقد خرجت عمتك من خدرها. قال وادني يا ابويا لعمتي زينب اراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها. قال لا يا عقلي مهجتي حجيك فراها
لازم أشيلك للخيام يا مهجت، لازم أشيلك للخيام يا قرة العين، لازم أشيلك للخيام يا مهجة الروح، عن جذتك يا صبي عيني وين أنا أروح، لو قلت لمك ضل علي بالشمس مطروح، لازم تقل لي كان جبت الولد يحسن، لكن بليلة ايش الفكير يا حلو الاطباع، والمرام وزينب ملو عاينت جسمك يا عقل موزع وزع، زينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالنزاع، لكن يعين الله على ضجتها النس، شال المدلل فوق صدره وللخيام دمعايه الويصيح، فاتني فقد الاولى قومي يا رملة ياس، قومي يا ليلة للولد عد ليلة وسا، طلعت بدايشة صارخة وتلطم بليد، يا كوكب عين ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره، نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين وبمصيبة أبي عبد الله بولده علي الأكبر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، ثبتنا على ولاية محمد وآله الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد، إخواني الحاضرين اقض لهم حوائجهم وارحم موتاهم، شاف مرضاهم، أغن فقراءهم، يسر أمورهم، سهل مطالبهم، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك، وصل على محمد وآل محمد، رد عنا كيد أعدائك وأعداء أهل بيت نبيك وأعداء محبيهم وشيعتهم إلى نحورهم، وألق بأسهم بينهم واجعل الفتنة فيهم واشغلهم بأبدانهم وأنفسهم، ألب عليهم أعداءهم وأولياءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين من العرب والعجم يا رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين يا الله، وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه، أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين، فرج اللهم عن شيعة محمد وآل محمد في كل مكان، وفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله، إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة، الفاتحة مع الصلوات.